أثر الأستاذ عارف عليمي المكتبة الدينية التونسية ببحث حول علم تونسي ومذهب فقهي ترسخت أركانه في البلاد التونسية منذ قرون بعيدة وبموضوع لم يخذ الباحثون فيه بعد، فكان الاختيار على منزلة الأصول الفرعية للتشريع الإسلامي في المذهب المالكي من خلال مدونة محمد الطاهر ابن عاشور. الكتاب حمل بالتحديد هذا العنوان: التشريع والواقع عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، مدخل لدراسة الوسطية في الفقه المالكي المعاصر. قدم لهذا الكتاب الذي صدر عن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس الدكتور حماد ذويب. ارتأى الباحث تقسيم كتابه هذا إلى ثلاثة أبواب، ينقسم كل باب منها إلى ثلاثة فصول، وقد خصص الباب الأول لدراسة منزلة الأصول الفرعية للتشريع في الفكر الإسلامي بين القديم والحديث، وهي دراسة مقارنية لهذه الأصول على صعيد زمني، أي بين فترة نشأة المذاهب الإسلامية المختلفة وفترة تطورها في العصر الحديث في تونس، ومن جهة أخرى درس منزلة هذه الأصول بين المذاهب الإسلامية الأربعة حتى يتبين أي المذاهب أعطاها الأولوية في بناء أحكامه الفقهية، ليصل بعد ذلك كله إلى دراسة منزلة هذه الأصول الفرعية في المذهب المالكي حديثا. وقد اعتنى الباحث في هذا الباب أيضا بدراسة المذهب المالكي في العصر الحديث بتونس وأهم خصائصه، وذلك قصد التعريف بهذا المذهب وبأهم أعلامه وخصوصيات عمله التي ميزته عن سائر المذاهب الأخرى. أما الباب الثاني من هذا العمل فعنونه الباحث بمنزلة الأصول الفرعية للتشريع في المدونة النظرية للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، ورصد فيه بعد التعريف بابن عاشور وبأهم معالم شخصيته العلمية والفقهية والإصلاحية فهمه لهذه الأصول ومدى حضورها في مدونته الفقهية والأصولية وصلتها بنظرته المقاصدية للتشريع. وخصص الباحث الباب الثالث والأخير لدراسة منزلة الأصول الفرعية للتشريع في المدونة الفقهية لهذا الفقيه، قصد تبين علاقتها بالواقع التونسي، وهي مرحلة أراد من خلالها إبراز العلاقة بين أصول الفقه والواقع التاريخي في العصر الحديث من خلال مدونة أصولية وفقهية حديثة. التشريع والواقع عند الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور للأستاذ عارف عليمي مساهمة علمية في دراسة جانب هام من الفكر التونسي الحديث ما زال بحاجة إلى عميق بحث وتمحيص، وهو الفكر الديني والخطاب الفقهي الحديث والمالكي منه على وجه الخصوص من خلال علم من أهم أعلام الزيتونة حديثا، وهو الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.